إلى ذلك، ودخل بتاريخ اليوم قرار إجبارية التعامل بصك حيز التنفيذ بعد 10 سنوات من صدور أول مرسوم يقر بذلك. وبالعودة إلى كرونولوجيا القانون، فقد عرف تجديده على أرض الواقع عدة تحديات حالت دون ذلك. أحمد بوطاف يفصل في هذا التقرير. مرسوم إجبارية التعامل بالصك والذي دخل حيز الخدمة ابتداء من اليوم هو تنظيم جديد بقالب تشريعي قديم. فبالعودة إلى كرونولوجيا مشروع هذا القانون الذي صدر سنة 2005 بمقتضى القانون 501 والمتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تحت المادة 6 التي تجبر الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية. ثم عدل القانون بقرار تنظيم بنك الجزائر المؤرخ في 28 نوفمبر 2012 لينتهي بمرسوم تنفيذي 1553 سنة 2015. مسار طويل واجه تجسيد هذا النص القانوني على أرض الواقع. لأنني كنت من بين الذين ساهموا في التحضير له منذ سنوات. هذا إصلاح من الجيل الثاني أو الثالث اللي انتظرناه يعني طويلاً. الاقتصاد تاعنا يجب ان يخطو خطوات مثل هذه اذا كان نريد فعلا ان نبني اقتصاد يعني قوي متنوع ومبني على قواعد عالميه يعني في التعامل المالي. طبعا المقاومه اكيد راح تكون ورانا سمعنا بعض ردات الفعل، ولكن هذا شيء طبيعي. 10 سنوات كامله واجه خلالها هذا القرار العديد من العقبات، بعضها بخلفيات سياسية وأخرى تتعلق بالدهنية الجزائرية وحسابات كبار رجال المال والأعمال. خاصة أن هذه المرة يعني التطبيق نتاعو جاء بشكل يعني تدريجي، والمبالغ نظن يعني كبيرة بالنسبة للعقار 5 ملايين دينار، 1 مليون دينار بالنسبة للسيارات والتجهيزات الصناعية، مش كما قبل ربما يعني أخطأت الحكومة في تحديد مبالغ ربما متدنية ليصعب يعني التعامل يعني بها نظرا لكثرة يعني المعاملات في هذا المجال. السؤال الذي يطرح هنا، هل سيتمكن المرسوم هذه المرة من ضبط الكتلة المالية المتداولة بالسوق الموازية والتي تقدر ب 3700 مليار دينار جزائري؟